أشاد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي بالتعاون الجيد بين القوات المسلحة والشرطة خلال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018. وخلال تفقده قوات التأمين المتمركزة في شمال سيناء، أكد زكي أن أهالي سيناء هم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة والشرطة. وشدد على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية التي يتميز بها خير وأجناد الأرض للتصدي لكافة التهديدات والمواقف العدائية واستعادة الأمن والأمان لسيناء.